السلام عليكم. انا أيوب الملياني، جاتني فكره باش نجي نصبر قدام وننصح الشباب وننصح الناس باش كاملين يجيو يصبروا قدام ان شاء الله. وحنا نقطه ديال الدم نقدروا نعتقوا بها ارواح ديال الناس ونقدروا نعتقوا بها بزاف ديال الامور، فهنا تنصح الشباب وتنصح الناس باش يجيو يصبروا قدام، وباش المساله راه عاديه، ماشي شي حاجه ما كاينش شي تخوف اللي كبير ولا شي حاجه، فمساله عاديه. فانت غادي دير واحد الاجر لله وغادي تعتق واحد الروح ديال واحد الشخص. دأبت جمعية الرحالة لجوة مشاة في طنجة على تنظيم حملات للتبرع بالدم. نحن اليوم في النسخة الرابعة من مشاة في طريق الخير، نهدف من هذه الحملة إلى توعية الأعضاء وحثهم، بل وحث عموم المواطنين من أجل الانخراط في هذا الواجب الإنساني الذي نعتبره واجبا وليس تبرعا فقط. نتمنى أن ينخرط المواطن أولا في هذا الواجب الإنساني، وأيضا هيئة المجتمع المدني، أن تعمل الجمعيات الفرق الرياضية على هذا الواجب الإنساني. فجميل أن نسمع بكل أسبوع مجموعة من الهيئات تنخرط في الحملات، سواء في مركز ساحق وندام أو في مقراتها، ونطمح أيضا إلى أن يكون المركز أو تعمل وزارة الصحة أن تتقرب أكثر إلى المواطن. الجمعية هذا المركز كان في المركز أقصى حياة سلمو كان في المركز. كيف ما كتشوفوا حنا متواجدين الآن في مركز ساحق وندام بمدينة طنجة، استجابة للنداء اللي قدمته الجمعية بحملة تبرع الدم اللي هي النسخة الرابعة والنسخة الثانية في ظل وباء كوفيد 19. كيف ما كتعرفوا نشاط الجمعيه اللي هو الرئيسي ممارسه المشي، والى جانب هذا النشاط هذا كتقوم بمجموعه الانشطه الثقافيه، منها النشاط ديال تبرع الدم اللي حنايا بالصدد ديالو اليوم. وكيف ما كتشوفوا تبارك الله كانوا اقبال كبير بزاف من طرف الساكنه الاعضاء والساكنه. وفي هذه المناسبه كنطلبوا للناس كنحثوا الناس انه يتقدموا يتبرعوا للصحه ديالهم، كتسمح لهم يتبرعوا بالدم، يتبرعوا بكثره لانه الدم ماده حيويه، ونقطه الدم تساهم في انقاذ حياه، وتقبل الله من الجميع. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.